هل في تصنيف للرياضه على اساس اللي هي للولاد او للبنات؟ تعالوا نروح نشوف ضيوفي قالوا ايه في الموضوع ده. اي رياضه في الدنيا تصلح لاي شخص، مفيش حاجه اسمها رياضه بنت ورياضه ولد. انت كولد او انا كبنت، انت عندك ايدين، عندك رجلين، عندك مخ، انا عندي عضلات وانت عندك عضلات. فرق ازاي ان انا استخدم مخي مع عضلاتي؟ هي مش عضلات بس، هي مخ مع عضلات. لكن انا بقى استخدم واحد يبقى ماشي لي عامل كده وكميه من العضلات مهوله وانا لا، هو ممكن يتدرب على فكره، وسهل جدا ان هو يتدرب. بدل ما انا شغلت مخي هقدر ان انا اتحكم في الموقف، هي يعني مش بالعضلات. فهي مش مهم بقى ولد او بنت. احنا هنقول ان الولد بيتفوق جسمانيا وعضليا عن البنات، بس مع ان انت تقدر، انت عارف انت بتضرب ازاي وبتدافع عن نفسك ازاي والاسلوب بتاعك انت بتتحرك ازاي مع الخصم اللي قدامك، هتغلبه. ومش هتغلبه، احنا ما بنقولش ان هي انت داخل تضرب، لا، انت هتدافع عن نفسك وهتعرف تدافع عن نفسك. انا وجهه نظري اي رياضه تنفع لاي نوع، اي جنسين، لان الولد والبنت يقدروا يكونوا زي بعض في نفس القوه تقريبا، علشان كله بيعتمد على العقل والتكنيك. لا، ملهاش تصنيف، ممكن الولاد والبنات يلعبوها. لا طبعا ما فيش تصنيف للولاد والبنات، الولاد والبنات يلعبوها. اصلا اللي مخترع السيستم من اول وينشون هي كانت واحده ست، فبالعكس ده كويس جدا للبنات قبل الولاد. ما ينفعش يبقى في رياضات للبنات ورياضات للولاد، لان زي ما قلنا ده سيلف ديفنس، ده لايف ستايل للبنات كلها او الولاد كلهم، فده لازم يبقى موجود الشباب كلهم، يعني سواء كبير او صغير، سواء طفل او راجل كبير او ست، لان اخترع النظام اصلا في البدايه كانت بنت، فما ينفعش يبقى في العاب للبنات والعاب للولاد. احسن حد يتكلم عن الرياضه اللي بيمارسها، تعالوا نروح نشوف ضيوفي قالوا ايه عن رياضتهم. هقول ان الوينج فايت لعبه قويه جدا، لعبه متكامله، دي اهم حاجه، علشان كذا لعبه بيكون عندها خطا او عجز في حاجه معينه، الوينج فايت متكامل، ده غير ان هو بيتجدد اسلوبه، بيتجدد من كل سنه لسنه. لو حد عايز بيفكر يلعب وينج فايت وما عندوش اي خلفيه عن اي لعبه قتاليه او ما مارسش اي لعبه قبل كده، انا شايفه ان هي مناسبه جدا ليه، لان هتدي له اساسيات كويسه جدا يقدر يبني عليها مستويات متقدمه، ويقدر يزود الثقه بالنفس عنده سواء ولد او بنت، ويقدر يدافع عن نفسه في اي ظرف في اي مكان، فهتبقى مناسبه جدا لاي حد. يعني الوينج فايت هي اسهل الرياضات للدفاع عن النفس، فانت مش محتاج ان انت تبذل مجهود كبير في الفايت. ده وانس اللي انت اتحطيت في الموقف، انت بتحط استراتيجي لنفسك، ازاي هبتدي مع الشخص الفلاني وانا ببقى عامل حسابي ان في حد تاني انفيزبل انمي، او يعني اشخاص تانيه مش موجودين في الحياه، فانا محتاج ان انا اخلص الفايت باسهل الطرق. فهي رياضه سهله جدا وصعبه في نفس الوقت، ان هو الناس بتفتكر ان هي سهله في الاداء وانا ممكن يقدر يعمل حركات، لكن هي صعبه عشان توصل اللي انت تقدر تعمله. حابب تدافع عن نفسك، حابب عندك ثقه في النفس، حابب ان انت ما تبقاش متهور، حابب ان انت ما تبقاش متسرع، لازم تتعلم حاجه زي كده. اي سيلف ديفنس، لازم الوينج فايت بيديك قدرات اكتر من ان هي جسميه، او اكتر من ان هي ماسلز او عضلات او كده، لا، هو بيتحكم في عقلك، هو كله منتال تريننج، فبيتحكم في عقلك اكتر ما هو ان هو بيتحكم في قدراته البدنيه.